شكرا جزيلا لك زميلي عبد العزيز النصر، والشكر موصول ايضا لضيوفك الاعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب الاتحاد وقمه هذه الجوله 26 من الدوري الانجليزي الممتاز. مانشستر سيتي في مواجهه تشيلسي، المواجهه الثانيه في ظرف اقل من شهرين طبعا بعد المباراه الاولى في الذهاب في 8 من شهر ديسمبر الماضي عندما قل الغامق على الجهه اليمنى بقياده كيبا في حراسه المرمى على الجهه اليمنى سيزارينكو. ما زالت توزيع عرضية، هاي صعبة، إيغوين 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 والدفاع سيرجيو أغويرو وستيرلينغ وإيغوين مرة والتوغل من بيدرو من هنالك يلعبها لجورجينيو، كرة خطيرة خطيرة لم يكن في وضع التسلل غونزالو إيغوين واحد من اللاعبين القلائل في أوروبا. سيلفا رياض محرز وتمندي جابرييل جيسوس وموريتشو مباراة المؤول بابا خطيرة برناردو سيلفا بابا 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 ورحيم جول. يا الله عليك يا دي بروين، حطها لبرناردو سيلفا على الطبق وجاء من هنالك رحيم ستيرلينغ حطها بيمناه في الجول على يمين كيبا وجول. الله على مانشستر سيتي الذي عودنا على تسجيل الاهداف في الدقائق الاولى. ارجع للخلف تماما في اتجاه ايدرسون الحارس البرازيلي، يرجع مجد خلف تماما في اتجاه الحارس كيبا، يرسل بعيدا امام كيبا ورحيم وصلت لاغويرو واغويرو وروديجر وبرناردو على تبديعك لهكذا كرة وهكذا فرصة حطها لك على طبق برناردو سيلفا رحيم لدي بروين، دي بروين لبرناردو، برناردو خرج من الكوكب وروغ ووزع كرة يزيجوس وعنده آخرين الكرة من هنالك كانتي يسترجعها ولكن الحكم يقول خطأ، يحتسبه حكم المباراة على كانتي لصالح المان سيتي على فرناندينيو. رحيم استلمها زينشينكو طلبها، أوه كرة رحيم لم تصل طابعه بفضل المتميز من هنالك رحيم ستيرلينغ، كرة بعيدة بابا بابا هازارد، هازارد مازال يسدد كرة. يا سلام عليك يا بلجيكي المتألق والمتميز. زينشينكو مازال يلعب على أغويرو 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 بابا 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 جول عالمي هذا الجول يا أغويرو. شاهدتم مثل هكذا جول الاسابيع القليله الماضيه، كره بعيده من هنالك امريك لابورت في التغطيه يرجع لهم استمتعوا بذلك الصاروخ ولو انه الصواريخ لا نستمتع بها ولكن لي باركلي لي هازارد هو كره لي ماركوس الونسو يا 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 واغويرو راح اغويرو راح اغويرو راح اغويرو با 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 البطاقه الصفراء البطاقه الصفراء لدافيد لويز، الحكم يقول انتظروني انا قادم. دافيد لويس في التغطية ما زالت الخطورة باركلي وإذا تفعل يا باركلي با 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 جول رغم كل الذي فعله وبعد كل الذي فعله تضاف له هدية أخرى من باركلي. أغويرو 3-0 بعد 19 دقيقة لعب، أغويرو يقهر تشيلسي ومانشستر سيتي يقهر تشيلسي، 3 أهداف في ظرف 18. مازال هازارد وباركلي بابا برا ولا لا بابا بابا با جول. ما هذا الذي يحدث في ملعب الاتحاد؟ كارثة تحل بتشيلسي، 4-0 في ظرف 25 دقيقة لعب. غوندوغان 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 حطها في الجول وسجل هدفه الخامس هذا الموسم مع مانشستر سيتي. أغويرو في يلعب على جيلومنا بيدرو 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 امريك لابورت جورجينيو هاي لا ايغوين 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 وبالعقبة با 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 رائعة. هاي كرة صعبة كانت ايدن هازارد ايدن هازارد هازارد بيدرو بيدرو هازارد بيدرو اهداف اثرت عليهم ماركوس الونسو ايغوين الكرة في القائم الاول بالراس والتغطية الدفاعية رجعت